هل تبطل صلاة من أبدل الذال بالزال الذين؟ لا تبطل، هذا لحن لا يحيل المعنى، لكن ينبغي أن يقوم لسان المسلم على الأقل في قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا أنا أعلم أن هناك فروق في اللهجات، يعني أن كثيرا من المجتمعات، يمكن المجتمع المصري يخلط بين الذال والزاي، يعني كثير منهم يخلطون، لا يميزون كثيرا ما بين الذال والزاي. الظاء لا يخلو سهل، لا يقول الظالمين الظالمين. فهذه فروق في اللهجات ينبغي أن تقوم. والأصل أن العلم بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ورجل بلغ 60 أو 70 من عمره ولا يحسن تلاوة الفاتحة، والله يستحي من ربه عز وجل. أول ما ينبغي له أن يتعلم أن يجلس إلى محفظ أو حتى إلى برنامج على الكمبيوتر يستطيع يعني أن يراجع الفاتحة وقصار السور التي يصلي بها، ليضبط أداءها وليضبط تلاوتها. الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. أنا لا أقول يتعلم أحكام المساكنة، مش كل الناس فيها، بس لابد أن يعرف كيف ينطق نطقا صحيحا، أن يراجع نطقه على شيخ أو على يعني برنامج يمكنه من ضبط ما يصلي به. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى.